أثر بعد عين، هذا ما تبقى من مصنع للألعاب النارية بعدما أتت النيران عليه بشكل كامل على خلفية انفجار ضخم هز أركانه في محافظة سوفانبوري وسط تايلاند. وفيما أعلنت السلطات في بانكوك عن مقتل أكثر من 22 شخصا، فقد كشفت المعاينات الأولية للحادث أن الانفجار وقع في مكان لتخزين البارود ومواد أولية تدخل في صناعة الألعاب النارية. رئيس وزراء البلاد أوعز للسلطات المختصة بمباشرة التحقيق للتأكد مما إذا كان المصنع يعمل بشكل قانوني واستجلاء ملابسات الحادث المأساوي. وتقع حوادث الانفجار في مصانع الألعاب النارية في تايلاند بشكل متكرر، إذ تسبب حادث مشابه قبل أشهر في مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في إقليم ناراثيوات جنوب البلاد. وتعيد هذه الحوادث إلى الأذهان إشكالية القصور الذي يشوب شروط السلامة والأمان في المنشآت الصناعية التي تنتج الألعاب النارية.